بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد على قناتنا الجميلة مصر الحضارة سلام رمضان. تحياتي ليكم، بحبكم في الله، وما تنسوش الاشتراك والدعم للقناة باللايك والشير، وإن شاء الله بإذن الله يكون محتوى هادف وأنشطة متنوعة ومتعددة. النهارده هنتكلم في الفيديو القصير دوت عن خطوات التصدير والتخليص الجمركي والشحن. للناس اللي تعرف الخطوات او اللي ما تعرفهاش، بنشرح بشكل مبسط من باب ان يكون عندنا علم بالشيء اللي احنا ما نعرفوش. رقم واحد، اما نيجي نتكلم عن خطوات التصدير هنتكلم عنهم في عجاله قصيره وفي بعض العناصر، انا معنصرهم كده في بعض العناصر، ثم بعد كده في حلقات اخرى هنبدأ نتداول الموضوع بشكل تفصيلي، كل حاجة ناخدها بالتفصيل والخطوات الخاصة بيها. رقم واحد في خطوات التصدير، رقم واحد حاجز الحاوية، ان احنا او الكونتينر، بنبعت طلب شحن للخط الملاحي بالكونتينر اللي احنا عايزينه، اذا كان كونتينر 40 قدم عادي او هاي كيوب او حاوية 20 قدم، الكلام ده في الشحن البحري. وبنقول الخط الملاحي ده كله فيه الميل، محتاجين الكونتينر يكون حجمه كذا الى دولة كذا، هيحمل بضاعة عبارة عن كذا. رقم واحد حجز الحاوية. اتنين، بعد ما حجزنا الحاوية وجالنا بوكينج من الخط الملاحي، يبدأ ان احنا نخصص الحاوية، نبعت البوكينج دوت لشركة النقل الخاصة بالنقل، او ان كنا احنا اللي هننقل، ونبدأ نخصص الحاوية، وده عن طريق الوكيل بتاع الخط الملاحي في المينا، بيخصص لك الحاوية تخصيص، يعني ان هو بيخصص لك حاوية، يعرفك حاوية رقم كذا دي خاصة بيك وبشركتك، وثم بعد كده نبدأ نحمل الحاوية دي على العربية وتتحرك وتروح على المصنع عشان تحمل البضاعة. توجهنا للمصنع والعربية موجودة الصبح بدري ان شاء الله، بتدخل المخازن تحمل، خلاص ده شغل المخازن هيتولوه، ندخل احنا على إدارة التصدير ونبدأ ناخد مستندات الشركة، ومستندات الشركة عبارة عن اللي هي الخاصة بالشركة نفسها، عبارة عن سجل مصدرين أو استثمار أو وسجل صناعي وبطاقة ضريبية وقيمة مضافة وتفويض، وإذا كان الشغل دوت يعني درو باك بقى نحتاج أذون إفراج وارد أو كلام من دوت. ثم بعد كده اذا كان في المنتج ده غذائي بناخد شهاده صحيه، واذا كان منتج فيه انواع من التحاليل بناخد التحاليل بتاعته. ثم بعد كده نبدا نفتح ملف جمركي، نتحرك بينا بالسياره بتاعتنا الى الموقع الجمركي التابع للمصنع، ونبدا نفتح ملف جمركي. ملف جمركي دوت او البيان الجمركي دوت عباره عن رقم واحد اللي هو الكفر او الغلاف، ودي شهاده جمركيه معتمده من وزاره الماليه، زي غلاف بيتكتب عليه بيانات الشحنه كلها بالكامل، ونحط فيه مستندات الشركه اللي احنا قلناها قبل كده، بالاضافه الى رخصه التخليص الجمركي بتاعه المكتب بتاعنا. بدأنا دلوقتي، دخلنا على السيد مدير إدارة التعريفة اللي هو تحت مدير الجمرك على طول، يعني في الدرجة، والمختص بعملية قبول الملف، نقول له افتح لنا الملف ده يا ريس. كتبنا البيانات كلها كاملة على وش الملف الجمركي اللي هو اسم الشركة وميناء الشحن وميناء الوصول ونوع البضاعة والوزن القايم والصافي والقيمة بتاعة البضاعة، ووضعنا المستندات في داخل الكفر دوت، بنسلمه للسيد مدير إدارة التعريفة. سيد مدير إدارة التعريفة بيراجع المستندات كلها بالكامل ويكتب لا مانع من قبول الملف، ودي مرحلة مبدئية أو أولية. ثم بعد كده نبدأ نتحرك على الحاسب الآلي وال 46، ندرج البيانات ديت على الحاسب الآلي كلها بالكاملة، وده شغل جديد في وزارة المالية ومصلحة الجمارك عملته في السنوات الأخيرة من أجل دفع عملية التصدير، إن يكون كل البيانات مدرجة على أجهزة الكمبيوتر وعلى الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، من أجل اتصال جميع المواقع الجغرافية ببعضها البعض والاستعلام عن كل شيء، ويكون عندها داتا بكل حاجة. أدرجنا البيانات دي كلها بالكامل اللي إحنا قلناها على وش الشهادة أو الكفر بتاع الشهادة في الحاسب الآلي، بنسجل فيه دفتر 46 أيضا يدوي كمان، عشان عندنا البرامج لسه مش عاليه جدا، يعني بنخاف لا سيستم يقع ولا حاجه. ثم بعد كده نبدا نتحرك على الخزينه اللي هي بتاعه دفع الرسوم، وندفع الرسوم عباره عن مثلا رسوم اذن الافراج، والرسوم الخاصه بالمستخلص، والرسوم الخاصه بالسيول.
اسقاطنا اصالات بالرسوم دي بندبسها في البيان الجمركي، لان الايصال دوت مستند هو كمان. ثم بعد كده الكونتينر اتحرك من المصنع وصل الجمرك ودخل دلوقتي مع الجمرك، وزن قبل ما يدخل عشان نتاكد من الوزن مظبوط، ندخل على جهاز الاشعاع او جهاز الاكس راي. اخدت انا البيان الجمركي ودخلت على الموظف في جهاز الاشعاع، اعطيته البيان الجمركي دوت بكل بياناته، بيبدا يدخل على الحاسب الالي في جهاز الاشعاع ويدرك البيانات دي بالكامل، ويقول الصنف ايه والكراتين او عبوات او اذا كانت جرادل او غيره او ايا كان المنتج، مواسير او اي حاجه خالص او اجهزه، يعني اجهزه منزليه او غيره. يبدا بعد كده جهاز الاشعاع يلف حوالين الكونتينر ويكشف اذا كان في جسم غريب او شيء مختلف عن اللي انا مقر في البيان الجمركي ولا لا، ويدينا التاشيره بتاعته على الشهاده ان تم فحص بجهاز الاشعاع واذا كان في اي تعليقات او لا. بعد كده العربيه بتدخل ساحه الجمرك، دخلت خلاص ساحه الجمرك، تقف على رصيف الحاويات. ثم بعد كده نبدا نروح على السيد مدير اداره الحركه والسيد مدير اداره التعريفه، ونشكل لجنه من واحد حركه كشاف وواحد متمم خاص بالتعريفه المتمم، ويبداوا الاثنين يطلعوا على رصيف الحاويات. اقول له يا فندم اتفضل معايا، عندي شحنه عباره عن كذا، واديله البيان الجمركي بتاعي. فتحنا الكونتينر وكشفنا البضاعه واتاكدنا من عمليه كشف المعاينه بدقه متناهيه مننا احنا كمكاتب شحن وتخليص جمركي من اجل التاكيد على البضاعه، لان احنا كجهه بنساعد الدوله في عمليه الكشف وان احنا نتحرى الدقه من اجل محاربه عمليات التهريب. والساده مدير اداره السيد الرئيس اللي هو موظف الحركه وموظف التعريفه برضه معانا بيكشف معانا ويتابع ويطابق المستندات اللي احنا مقررين بيها بالمنتج اللي موجود ده. اذا كان المنتج ده غذائي يطابق تاريخ انتاجه وصلاحيه وكل البيانات الكامله عليه من وزن واسم المستورد والمصدر والكلام ده كله. ثم بعد كده نتحرك على جهات العرض المختصه، اذا كان عندنا جهه عرض المنتج خاص عنده عرض زراعه او عرض اغذيه اللي هو سلامه الغذاء، نبدا نفحص، نقدم طلبات فحص لهيئه سلامه الغذاء. يتحرك الموظف المختص من هيئه سلامه الغذاء ويدخل يفحص البضاعه بتاعتي من جودتها وتاريخ انتاجها وصلاحيه وعمليه التعبئه والتغليف، ثم بعد كده يديني اذا كنت انا بضاعتي سليمه يكتب لي مطابق ويختم لي على البيان الجمركي. ثم بعد ذلك انا جبت الموافقه بتاعت جهات العرض سواء كانت زراعه او هيئه سلامه الغذاء، او اذا كانت حاجه خاصه بقى بالطاقه او بالاثار او غيره او البترول او اي حاجه ايا كانت من الجهات المختصه الثانيه، بس بنتكلم في الغالب وفي العموم اكتر الشغل بيكون ايه. نبدا نتحرك على موظف الحركه موظف التعريفه، يكتب الكشف بتاعه في الشهاده الجمركيه ان هو بالكشف والمعاينه تبين ان الصنف كذا كذا عباره عن كذا، ويكتب التاشيره بتاعته كامله. ثم نكتب بوصله واذن افراج، بيتكلموا البوصله واذن الافراج دول عن كل بيانات الشحنه بالكامل عشان دول اللي يروحوا للخط الملاحي ويروح للجمرك النهائي على الموانئ البحريه يثبت ان احنا كشفنا البضاعه دي. خلصنا الكلام ده كله وكتب الموظف ومضى اللي هو موظف الحركه موظف التعريفه، ويبدا نختم بختم النسر، نبدا نسيل الحاويه نحط السيل الجمركي عليها، وده سيل بيدرك فيه البوصله واذن الافراج. ثم بعد كده تبدا السياره تتحرك، السواق يتحرك وياخد البوصله واذن الافراج ويطلع على الميناء النهائي اللي هو على الموانئ البحريه، اسكندريه، بورسعيد، دمياط، السخنه، ايا كان ميناء نهائي من الموانئ النهائيه او سفاجه او غيره، يبدا يدخل على الميناء هناك بيوريهم البوصله واذن الافراج، انا كشفت الجمرك كذا ومعايا بيانات كامله، يبصوا يطبقوا السير الجمركي ويطبقوا ايه رقم الحاويه والبيانات دي كلها كامله، ويدخل العربيه. ثم بعد كده البوصله واذن الافراج دول يتنظروا من الجمرك هناك ويتم اختار الخط الملاحي والتوكيل الملاحي بعمليه الشحن. ثم بعد ذلك خلصنا الموضوع ده كله كامل، نبدا نعمل حاجه اسمها فاينل شيلنج اللي هو طلب الشحن النهائي، اذا كان في عندنا تعديل في البيانات ونبعتها للخط الملاحي، يبعت لنا الخط الملاحي بوليصه الشحن للمستند من خط الملاحي للشركه عشان خاطر نبعتها للعميل بالخارج. خلصنا الكلام ده كله خالص، نبدا نجهز اوراقنا ومستنداتنا اللي هنبعتها للعميل، وهي عباره عن بوليصه الشحن من الخط التوكيل الملاحي، اثنين فاتوره موثقه او شهاده منشا، وشهادات المنشا دي هنتكلم عليها في منها انواع مختلفه، ثم اذا كان في شهاده صحيه او اذا كان في طلبات فحص معينه او شهادات تحاليل، كل المستندات دي بتتجمع وشوف ان كان هتتبعت عن طريق البنك او تتبعت عن طريق الشركه نفسها للخط للعميل بالخارج.
وكده نبقى خلصنا الدوره المسنديه في عجاله قصيره، ولنا بعد كده فيديوهات مفصله عن كل خطوه من الخطوات دي هنتكلم عنها بالتفصيل. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام رمضان مصر الحضاره. ما تنسوش قناتنا على اليوتيوب زي ما قلنا اسمها مصر الحضاره سلام رمضان، قناه متنوعه وان شاء الله تلاقوا فيها انشطه هادفه وناجحه. بشكركم في رعايه الله، دمتم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.